عايزه حد يخاف مني، بالعكس انا عايزاكم تدعموني وتشجعوني، لان انا عندي 3 اطفال وعندي بيت مفتوح. انا ندى حسن، عندي 36 سنه، بشتغل دليفري وتوصيل مدارس واطفال وسيدات. انا بشتغل دليفري من 8 شهور بالعربيه بتاعتي. عملت دوت من بعد ما جوزي توفى، وبقيت مسؤوله عن 3 اطفال. اول ما ابتديت ما اشتغلش ابوني كمان، اشتغلت تاكسي، يعني اشتغلت ان انا اي حد يكون موجود واقف في الشارع بقف له، لو عايز تاكسي بوصله. تمام، معايا اوصل المدارس، وبعدين بطلع على شغلي. انا بشتغل في مكان برضو تاني، فبطلع على شغلي لغايه الساعه 2:30، وبعدين بطلع من شغلي اجيب بقى الاطفال من المدارس ارجعهم تاني البيت، وبعدين ارجع لاولادي اعمل لهم غداهم واحضر لهم حاجات الدروس، وبعدين بقى انزل من الساعه 4 انزل اشتغل بقى، اودي الاطفال بتوع المدارس، الابونيهات بتاعه الدرس، اللي عايز يروح نادي، اللي عايز يروح شغله، اي حاجه يعني. لاني كمان مش معتمده بس على الاطفال الصغيرين، انا معتمده كمان يعني اولياء الامور اللي بيبقى عندهم مثلا شغل بعد الظهر او حاجه برضو بروح اوصله. موقف حصل لي بعد ما اشتغلت حوالي شهر بالعربيه، وجيت بقف لبنوته قالت لي لا انت عايزه تخطفيني. فوقفت وعلى جنب كده وفتحت لايف، يا جماعه انا فلانه الفلانيه، بشتغل في المكان الفلاني وبشتغل بالعربيه الصغيره دي. انا عربيتي مش كبيره، هي حتى امكانياتها ضعيفه شويه، بس يعني شغاله. بعديها لقيت ناس كتير بتتصل بيا، لا برافو كملي احنا معاكي. نفسي حتى لو حد يدعم ان شاء الله، لو بنك يدعم بعربيه ان انا ادفع حقها بس بالقسط، لان اللي جاي من عربيه صغيره بتشيل فردين 3 اطفال، فمش هتشيل اكتر من كده. ابني الكبير دايما بيقول لي تعبتي ونفسي اكبر بسرعه عشان خاطر اعوضك عن كده. حمزه يقول لي لا يا ماما يعني علميني انا بسرعه السواقه وانا انزل مكانك. حور بنتي بقى الصغيره دي اللي مهونه عليا اصلا 3/4 الوقت، بتبقى معايا في الشارع بدل الكاسيت، يعني على طول بقى معايا في العربيه. بحلم اكبر العربيه، نفسي مشروعي ده فعلا ينجح وما بطلوش لمجرد ان انا خلاص يعني الناس مش تبطل تتصل بيا. نفسي ولادي يبقوا دايما فخورين بيا، نفسي اربيهم احسن حاجه في الدنيا. ما يهمكيش طالما انت بتعملي حاجه صح، ما تخافيش من حد يقول لك انت قدها. قولي له انا قدها، ما الشغل مش عيب، خلاص معيش راجل، هرمي نفسي للظروف او هرمي نفسي لكل يوم سلف، والسلف دين والدين خساره، وفي الاخر مش هعرف ارد حاجه وهتتحسب عليك جميله وخلاص. لا، كافحي واشتغلي وانجحي. نجحت قوات حرس الحدود بجنوب سيناء